طلبة أولياء الأمور اللي سألونا على الميجر بتاع Political Science، كلية السياسة والعلوم الاقتصادية. في الفيديو ده هنقول لكم إيه هي الكلية وإيه الحاجات اللي بتدرسوها وإيه الوظائف اللي ممكن تشتغلوها بعد ما بتخلصوا الميجر ده. نبدأ بأول حاجة، إيه هي كلية Political Science؟ هي تخصص بيركز على دراسة المؤسسات الحكومية والنظم السياسية وعمليات اتخاذ القرار والعلاقات الدولية. يهدف هذا التخصص إلى فهم كيفية عمل السياسة، يعني السياسة كده بتشتغل ازاي وتأثيرها على المجتمع اللي احنا عايشين فيه والعالم بشكل عام. طيب ايه الحاجات اللي بندرسها في الميجر ده؟ اول حاجة بتدرسوا نظرية السياسة. طب ايه اللي انا بتعلمه في نظرية السياسة دي؟ حضرتك بتدرس المفاهيم السياسية الاساسية، زي ايه؟ زي السلطة والحكم والديمقراطية. طيب ايه تاني حضرتك بتدرسه؟ بتدرس الحكومة والمؤسسات السياسية. طب دي بتدرس فيها ايه؟ دي بتفهم فيها المؤسسات الحكومية وانظمة الحكم المختلفة وكيفية تفاعل. طيب ايه تاني؟ تالت حاجة بتدرس العلاقات الدولية، بتدرس العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية والمشاكل الدولية المعاصرة. طيب رابع حاجة بتدرس السياسة العامة. خامس حاجة النظرية الاقتصادية. يعني ايه النظرية الاقتصادية؟ يعني بتدرس الاقتصاد بشكل عام ونظرياته وتأثيرها على اتخاذ القرار. يعني مثلا في قرار سياسي معين لو اتاخد ده هيأثر على اقتصاد البلد. اخر حاجة بتدرسها في الميجر ده هي القانون والسياسة وكيفية تأثير القوانين على السياسة. دي كده الحاجات اللي حضرتك بتدرسها في الميجر بتاع البوليتيكال ساينس. طيب نخش بقى على البوينت المهمه، الشغل. يا ترى انا ممكن اشتغل ايه لما اتخرج من بوليتيكال ساينس؟ طبعا اول ومن احسنهم يعني الحاجات اللي ممكن تشتغلها ان حضرتك تشتغل في وزاره الخارجيه وتبقى من السلك الدبلوماسي دي. بس طبعا دخول الخارجيه مش سهل، لازم يكون عندك كواليفيكيشن محدده وتريتس معينه عشان تقدر ان انت تلتحق بوزاره الخارجيه، فدي من احسن الشغلانات. طب ايه تاني؟ هل دي بس الشغلانه الوحيده الكويسه؟ لا طبعا، في حاجات كتير جدا كويسه حضرتك ممكن تشتغلها تاني. ممكن تكون محلل سياسي، ممكن تكون موظف حكومي، مش شرط في الخارجيه، ممكن موظف حكومي ان جنرال في مجالات زي التنظيم والتخطيط والسياسات العامه. ممكن تكون مستشار سياسي، يعني انك تقدم استشارات سياسيه للمرشحين والحملات الانتخابيه والحاجات دي. ممكن تكون صحفي متخصص في السياسه، ان انت تعمل اناليسس كده للقرارات السياسيه وتاثيرها على البلد والعالم والكلام ده. ممكن تكون باحث اكاديمي مثلا، ممكن تعمل ماسترز وبي اتش دي وتشتغل في جامعه. فكل دي وظائف حضرتك ممكن تشتغل. فدي كده الوظائف الكومن اللي حضرتك ممكن تشتغلها من كلية البوليتيكال ساينس. هل اريكومند الميجر ده ولا لا؟ طبعا دي حاجة برضو بتاعتكم، لو حد انترستد في السياسة والعلوم الاقتصادية خلاص يدخل، لو مش انترستد يبقى بلاش. فدي حاجة بتاعتكم انتوا. احنا كده وضحنا لكم ايه هي البوليتيكال ساينس وايه الحاجات اللي بتدرسوها فيها وايه الشغل اللي ممكن تشتغلوه بعد ما بتخلصوا. يا رب نكون وضحنا لكم الصورة اكتر، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.